بيان عاجل من مصر بشأن سد النهضة قبل الدخول في مشهد أكثر تعقيدا وصدمة. الأجهزة الأمنية في مصر تفحص مقطع فيديو لطبيب يطلب من ممرض مسن السجود لكلبه. وننشر تفاصيل غرق مطعم عائم في النيل. وعاجل إعلامي مشهور يتعرض لسرقة بطريقة كوميدية. وتفاصيل حريق ضخم يلتهم مراكب مصرية في البحر الأحمر. ومفاجأة تفاصيل إطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد وجمعة مباركة على حضراتكم. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان إن شاء الله تجيلك الأخبار الجديدة أول بأول، واضغط على زرار أعجبني عشان توصلك الفيديوهات أول بأول. عاوزين نوصل ل2000 أعجبني على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل أكتر من 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا وطنيين وقدها. نبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر معانا. ومفاجأة تفاصيل إطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. أعلن في مصر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيطلق يوم السبت غدا الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. وتشتمل الاستراتيجية 4 محاور عمل رئيسية تشمل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق الإنسان للمرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن والتثقيف وبناء القدرات في حقوق الإنسان. ويشارك النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وكيل لجنة حقوق الإنسان في مؤتمر إطلاق الاستراتيجية. وأشار عبد العزيز إلى أن الاستراتيجية الوطنية تعد خطوة كبيرة جدا للأمام فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان، حيث تشمل بمرحلتها الأولى خطة الدولة لتعزيز حقوق الإنسان على مدار 5 سنوات من 2021 وحتى 2026 في مختلف المحاور مثل الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وزي ما ذكرنا حقوق المرأة وذوي الإعاقة والشباب. موقع القاهرة 24 نشر وثيقة حول استراتيجية حقوق الإنسان في مصر. حسب الموقع، فإن النسخة النهائية من الاستراتيجية التي أرسلتها اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان التابعة والمنبثقة عن وزارة الخارجية إلى الرئيس السيسي من أجل الاطلاع عليها والإعلان عنها خلال الأسبوع المقبل تتضمن تغييرات في سياسات وتوجيهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات على رأسها ملفات حقوق الإنسان والحقوق السياسية والاجتماعية. الموقع أشار إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان هي أول استراتيجية وطنية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر. الاستراتيجية دي ليها هدف، وهو النهوض بجميع حقوق الإنسان في مصر من خلال تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والتغلب على التحديات المتراكمة والتصدي لأوجه النقصة قائمة في المشهد العام في مصر. المصدر معانا كان من موقع القاهرة 24. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام في مصر. ننتقل مع بعض الخبر آخر معانا، وخبر غريب جدا وصدمة. الأجهزة الأمنية في مصر تفحص مقطع فيديو لطبيب يطلب من ممرض مسن السجود لكلبه. أكد مصدر أمني مصري أن الشرطة بصدد فحص مقطع فيديو تم نشره على موقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه طبيب يجبر ممرضا مسنا على السجود لكلبه. المصدر أضاف أنه جاري حاليا تحديد هوية الأشخاص الذين ظهروا في الفيديو للوقوف على ملابسات الحادث والتأكد من مدى صحتها وهل المشاهد التي وثقتها الفيديو حديثة أم منذ فترة طويلة. وكان مقطع فيديو نشر ومدته حوالي 4 دقائق. وثق طبيبا وشخصين آخرين يرتديان زي أمن إداري ويمسك كل منهم حبلا بينما يقوم الممرض المسن بالقفز فوق الحبل، كما ظهر الطبيب وكأنه يعاتب ويلوم الممرض بسبب إهانته لكلبه ثم يطلب منه السجود والصلاة للكلب. وفيما رفض المجني عليه طلب الطبيب مفضلا أن يوصله بالكهرباء أهون عليه من ذلك، ظل الطبيب يلح عليه لإجباره على تنفيذ رغبته.
مصدر معنا كان من موقع الوطن المصري. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الغريب جدا، ويعني طبعا مش هقدر أقول أكتر من إنه هو خبر غريب، وإن مش عارف إيه دوافع الطبيب لقيامه بطلب الأمر ده من المريض. عاوز أعرف رأيكم في الكومنتات. ننتقل مع بعض الخبر آخر معانا، وبيان عاجل من مصر بشأن سد النهضة قبل الدخول في مشهد أكثر تعقيدا. أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري على موقف مصر التفاوضي الثابت في قضية سد النهضة للتوصل إلى حل واتفاق ملزم يصون حق جميع الأطراف. شكري قال في اجتماع لوزراء الخارجية العرب: اسمحوا لي أن أعيد التأكيد على ثوابت الموقف التفاوضي لمصر والسودان بشأن سد النهضة، وأن أشدد على أن الحل يكمن في اتفاق ملزم وعادل يصون حق إثيوبيا في التنمية الذي نحترمه ونقدره، وتابع: لكن لا يأتي بأي شكل من الأشكال خصما من حقوق مصر والسودان المائية في نهر النيل. فاعتماد قواعد ملء وتشغيل السد عبر اتفاق الأطراف المعنية اتفاقا قانونيا ملزما سيجنب انزلاق المنطقة إلى مشهد أكثر تعقيدا لا يحمد عقباه ولا نرغب في الذهاب إليه. سامح شكري وزير الخارجية المصري كان أكد في مقابلة مع وكالة بلومبرج الأمريكية حرص مصر على تجنب صراع مسلح حول سد النهضة. شكري قال في المقابلة التي نشرت الأربعاء الماضي إن مصر ملتزمة بالمحادثات، وإن الصيغة كانت دائما أنه بالنسبة لأي دولة جميع الخيارات مفتوحة دائما في أزمة سد النهضة. وشدد شكري على أن مصر حريصة على تجنب أي نوع من الصراع العسكري، وتعتبر مصر والسودان السد تهديدا لإمدادات المياه الحيوية لهما، فيما إثيوبيا يعني بتعتمد على هذا السد وتقول ان هو ضروري للتنمية ومضاعفة انتاجها من الكهرباء. اترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. المصدر معانا كان من صحيفة صدى البلد المصرية. نتكلم مع بعض الخبر اخر معانا، وتفاصيل حريق ضخم يلتهم مراكب مصرية في البحر الأحمر. اندلع حريق في 7 مراكب صيد مصرية بميناء برنيس المخصص لانطلاق عائمات الصيد جنوب محافظة البحر الأحمر. بدأ الحريق في أحد مراكب الصيد على رصيف الميناء، وبفعل الرياح انتشرت النيران وطالت باقي المراكب، حيث دفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران. مصدر قال بقطاع الصيد إن ميناء برنيس الواقع ضمن دائرة قسم شلاتين جنوب البحر الأحمر مخصص لانطلاق مراكب الصيد العاملة خارج خليج السويس وبنطاق المياه الدولية بالبحر الأحمر، ومنه تبحر السفن الكبيرة في رحلاتها إلى خارج مصر. وتابع المصدر أن الصيادين حاولوا السيطرة على النيران، إلا أن الرياح والمواد القابلة للاشتعال صعبت عملية السيطرة على الحريق. مصدر معنا كم مصراوي. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وعاجل إعلامي مشهور يتعرض للسرقة بطريقة كوميدية. تكثف أجهزة الأمن بالقاهرة في مصر جهودها للقبض على المتهمين في واقعة سرقة حقيبة وهاتف من الإعلامي جابر القرموطي بجوار جامعة عين شمس بمنطقة الويلي. تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة الويلي بلاغا من الإعلامي جابر القرموطي. مفاد هذا البلاغ تعرضه للسرقة على يد تشكيل عصابي بمنطقة العباسية بالقرب من جامعة عين شمس بالويلي. القرموطي قال إنه أثناء استقلاله تاكسي بمنطقة الويلي قام 3 أشخاص يستقلون دراجات نارية بخطف حقيبة بداخلها مبلغ مالي وهاتف محمول. القرموطي أضاف أنه يشك في تورط سائق التاكسي مع المتهمين. من جانبها تفحص أجهزة الأمن كاميرات المراقبة المنتشرة بشوارع المنطقة لتحديد الجناة وضبطه. ونشر جابر القرموطي على صفحته الشخصية على تويتر فيديو ليكشف فيه ما تعرض له خلال استقلاله سيارة أجرة وسرقة هاتفه المحمول ونقود داخل الشنطة التي كانت بحوزته. مصدر معنا كان من وسائل إعلام مصرية. أترك لحضراتكم التعليق على هذا
الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر وننشر تفاصيل غرق مطعم عائم في النيل. شهدت مدينة المنصورة المصرية يوم الخميس أمس غرق مطعم عائم في النيل بمنطقة المشاية السفلية، فيما البحث مستمر عن الغرق والناجين. أفادت وسائل إعلام مصرية بأن مديرية أمن الدقهلية تلقت بلاغا بغرق مطعم وكافيه عائم بمنطقة شارع المشاية السفلية بمدينة المنصورة، وتبين أن المطعم العائم انقلب على جانبه في مياه النيل وجاري البحث عن الضحايا والناجين. مصدر معنا كان من وسائل إعلام مصرية، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. طبعا احنا جينا لنهاية نشرة الأخبار، كان أهم أخبار معانا هو خبر سد النهضة والوزير سامح شكري، وهو بيقول لوكالة بلومبرج إن مصر بتتجنب العمل العسكري. طبعا يعني هذه سياسات، وليس كل ما يقام على أرض الواقع يتم التصريح به. مصر عارفة ازاي كويس جدا انها تحافظ على حقوقها وازاي تمنع الضرر عن شعبها. احنا الحمد لله وبفضل من ربنا عندنا جيش قوي وعظيم، وعندنا شعب عظيم وصامد، وعندنا رئيس قوي، ويعني كان رئيسا للمخابرات الحربية، فيعني ما شاء الله مفيش افضل من كده الحكم مصر. فما نقلقش في موضوع سد النهضة، طبعا موضوع ما بقاش في حد يتكلم عليه كتير في الفترة الحالية، ولكن يعني ان شاء الله خليكم واثقين ان مياه مصر لن تمس بإذن الله. جينا مع بعض لنهاية نشرة الاخبار، اتمنى اكون خفيف على حضراتكم ما تقلتش عليكم ان شاء الله. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد وقريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.